السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شكون نتوما اللي كتحتاجوا اليوم قدام العمل؟ حنا اصحاب خليه اصحاب الترفيه، كنديروا هذا الشيء ديال الترفيه ديال الاطفال من بيع الدوره وغزل البنات والعاب بالالعاب البلاستيكيه والبالونات وبعض المصورين. شحال من عام وانتم كتقوموا بالترفيه للاطفال والساكنه ديال المدينه؟ هذا كاين من سنه 1988، 25 عام. يعني ما عمركم لقيتوا شي مضايقات؟ كنلقاو مضايقات، ولكن كنلقاو مره طفيفه كتمشي ويحيدوك يجريو عليك وترجع عاوتاني ترجع، ولكن هذا الحد دابا تقريبا شي عام حبسوا لينا الرزق صافي ما بقيناش كاع، ولاو حاطين لنا جوج مقدمين في الصباح وجوج مقدمين في العشي، والسلطات هي العموميه هي كتحط ستافي ديال ذاك ستافي ديالها، يعني حتى واحد ما يبيع ما يشري ما يدورش كاع ما يترزق كاع. وحنا بمقارنه بين البارك ديال المحمديه مع مدن اخرى اللي مثلها، واش كيكونوا عندهم الترفيه او لا؟ نعم كاين بالنسبه للمبادره اللي عطى سيدنا في عين دياب ديال المبادره الوطنيه، صحاب كاين نماذج، كاين صحاب الحلزون دايرين كرار، صحاب الخبز، صحاب كاع داروا هذه الحلول، الا مدينه المحمديه ما بغاوش يديروا لنا الحلول. حنا كنطالبوا انها لا تتوفر على اماكن للترفيه بالنسبه للاطفال. نعم لا تتوفر على اماكن بان مدينه صغيره. انتم من واحد اللي متضرر من الاطفال؟ نحن ثاني شي 32 فرد، كلهم عائلات، كلهم عائلات، كلهم بالاولاد ديالهم، كاين اللي عندهم ناس معوقين، كاين اللي ناس فهمتي. كنشوف هنا عاملين باج ديال خليه ساحل الامير، واش عندكم شي جمعيه؟ حنا نظمنا روسنا فهمتي، نظمنا روسنا ودرنا كل واحد في الاماكن ديالها خارج الجرده، في اجنب الحديقه، باش ما كنديروا لا اوساخ لا ازبال لا والو. كنساهموا ربما في النظافه احيانا كما يعني المواطنين. تم البطاقه كاتبين فيها كل شخص مسؤول عن نظافه مكانه، يعني احنا ملتزمين بالنظافه، ملتزمين بكل شيء، ملتزمين حتى بعدد الاشخاص. ملتزمين تبع هاد الاشخاص اللي كاينين. انتم الان قدام العمل ديال المحمدي كتحتاجوا ليه شهور هذا. نعم. واش تم شي حوار بينكم وبين العمل ولا عطاكم شي بديل؟ لقد امر السيد العامل باش المسؤولين اللي تحتو باش يستقبلونا. استقبلونا وعطوناك بالتماطل، واخا غنديروا لكم حل، صبروا غنديروا. شنو هو القسم اللي وعدكم؟ قسم الشؤون العامه. شاف دياجي قال لنا غندير لكم حلول وان شاء الله صبروا عليا، راه غتكون واحد اللجنه وهذه قال لنا صبروا عليا 15 يوم. سمرنا 15 يوم، مشينا ثاني عاوتاني 15 يوم شويه، ثاني 15 يوم شويه، سد علينا الابواب ما بقاش باغي يستقبلنا. حنا علاش رجعنا؟ درنا الاحتجاج. اذا الاحتجاج كما كنشوفوا يعني شبه يومي اللي كتقوموا به هنا. يوميا لان احنا ما عندنا حتى شي حرفه اخرى، ما عندنا حتى شي مصدر رزق اللي ملي كنتقاتوا الا هاد الساحه. نديروا حوار مع احد المصورين في الساحه اللي معروف هنايا في الساحه. السلام عليكم. بن عيادي رشيد، مصور في الحديقه العموميه بارك. هذا 15 عام ولا هذا، وانا هنايا في الحديقه. من تلاشات لينا الحرفه ديالنا ديال التصوير، عندنا واحد اللعبه ديال بلاستيكيه ديال الاطفال اللي كنقوموا بترفيه الاطفال على المدينه المحمديه وغير مدينه المحمديه. كيجيونا الزائرين من مدن اخرى من جوار مدينه المحمديه مثل الدار البيضاء والرباط ومدن اخرى، وداك الفتره ديالنا وجيزه، ما عندنا لا اوساخ لا ازبال لا والو. ووعدنا السي دياجي بانه باش وعدناه بان احنا غننظموا ريوسنا كما شفتي الاخ، راه وراك الماكارون. يعني النظام كما تشوف هو كاين. وحنا راه كن دابا كنعاينوه مدو بعد ثلاث سيمانات دابا ولا ثلاثه الاسابيع مشينا وعاوتاني رجعنا، وفي الاخير ما استقبلناش. يعني باش يدير معنا يعني حوار جاد لهاد الناس هادو، واحد الفئه راه كاينين 30 ولا 32 فرد، منهم بائع القشارة والصوفة والمصورين وبائع الالعاب ديك البالونات وهذا الالعاب الخفيفه لا ضرر فيها لا للبيئه ولا للمارين. ولهذا اضطرينا باش ننظموا حنا ريوسنا بمساعده ديال السلطه باش يلقاو لنا صيغه اللي مناسبه للناس المارين ولا الزائرين. اذا الصيغه الان مفقوده، شنو غتقوموا به في حاله بقى الوضع بحال هكا؟ وطبعا هو المعيشه ربما الواحد تشوف كتشوف هذا النضال المستمر والتشريد والحاله اللي يرتلها الله اللي عالم. كنطلبوا من المسؤولين ومن الناس الضمائر الحيه ديال مدينه المحمديه
باش تدير لنا التفاده اللي كيغيروا على هذه المدينه المحمديه باش راكم كطالبوش بالمستحيل طبعا الاماكن اللي تبيعوا حنا اللي تاهموا في الترفيه حنا ما طالبين لا خدمه لا والو حنا طالبين عير باش تخدموا راسكم حنا غنخدمين رؤوسنا ودايرين مسائل يعني الترفيه يعني مسائل ديال الطفل حنا راه كنديروا شي حوايج اعمال ماشي حنا اصحاب فراشه حنا لا سامع اصحاب الفراشه باش نوضحوا هذه النقطه هذه وحنا راه ما ديروناش مع البائعين المتجولين حنا كنديروا عمل ترفيهي نزيه نبيل بالنسبه للطفل اي انسان كيجيب ولده للحديقه الا باغي يرفهو وباغي يخلق لي جو من الترفيه حديقه بدون ترفيه لا تسمى حديقه الكلمه ديال كوصلات معنا الكودري من الخليه الكودري عبد الرحمن كنشتغل كمصور هنا اكثر من 25 سنه وهذه هي الحرفه ديالنا من بكري وحنا كنديروا الترفيه على الاطفال وكنقوموا بهذا العمل نبيل وجاد ومعقول للجميع الزائرين والساكنه ديال المحمديه وعلى الوليدات كاملين اليوم كيتم اكثر من 13 وقفه كنديروها امام هذا المقر ديال العماله وما كنلقاو حتى شي حوار جدي ولا معقول يعني اللي غادي يحلوا لنا المشكله ديالنا المشكل اي نعم سيدي طلبنا حوار لقاء مع السيد العامر ولكن ما كنسمعوا غير لا حتى لا ما بقيناش كنسمعوها حتى هذيك لا ما لقيناش كاع اللي وصل لنا لا ولينا كنجيو كنبقاو واقفين حتى لا الا قال لك لا راه كتعرف لا والا ما سمعتيش لا ما كتعرفش اش كتحسوا بهاد المسائل هذه كنحسوا بالحقره وبالتشريد وكيحاولوا يشردوا الناس ويضيعوا الناس باش يوجهوهم لاي حاجه للعنف ويوجدوهم لاي حاجه اللي هي خايبه كيزيدوهم ليها حنا الحرفه ديالنا سهله وماتت ولينا كنديروا غير هاد السيارات البلاستيكيه لا ضرر فيها لا بالنسبه للاطفال لا شكايات منها ولا شكايات وهما هاد الناس هما نيت كيجيبوا ولادهم وكيقول لك حشومه علاش يحبسك وما كنتاش كدير ولكن هو كيصيفط هو يقول لك حشومه الرحمن الرحيم ميسان هشام كنطلبوا من الله تعالى ومن صاحب الجلاله تكون الناس المسؤولين المعنيين بهذا الامر حنا اصحاب الوسائل الترفيهيه في مدينه المحمديه عندنا هذا البارك كما كتشوفوا حديقه حنا عندنا غير سيارات بلاستيكيه كركبوا فيهم الاطفال واذا كنتفاجئوا بتعسفات ديال السلطات ديال المحمديه ولقيت اللي تجمعنا ومشينا عند السيد الباشا قلنا له الدار حنا راه شي 25 سنه حنا 32 عائله هنايا كتعيش من هذا البارك هذا قلنا واخا تكونوا من عام اللفت يعني شوف هذا الاسلوب لا حضاري اللي كيتكلم به معنا حنايا راه ما كنديروش شي حاجه خايبه حنا منقين بلاصتنا ها الجرده 30 عام وهي باقا هي بحنا مواليها وحنا اللي حارسينها وحنا كنعطيوها واحد الجماليه وواحد الرونق والناس كيجيو من مدن بعيده كيجيو هنا باش يتساراو ويدوروا وليداتهم منا حنا كنستافدوا حنا كخليه وشكرا.